وإلى البورصة المصرية التي أنهت مؤشراتها جلسة التداولات على ارتفاع جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات و100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 615 مليار و600 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 اليوم عند 9033 نقطة ليغلق عند مستوى 9112 نقطة مرتفعا بنسبة 88%. أما عن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 فقد فتح اليوم عند 1745 نقطة ليغلق عند مستوى 1756 نقطة مرتفعا بنسبة 59%. أما عن مؤشر الشركات الأوسط نطاقا إي جي إكس 100 فقد فتح اليوم عند 2559 نقطة ليغلق عند مستوى 2580 نقطة مرتفعا بنسبة 79%. من البورصة المصرية إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم إلى 18 جنيها 87 قرشا، وعن سعر البيع 18 جنيها 97 قرشا. نصل اليورو 19 جنيها 23 قرشا، وسعر البيع 19 جنيها 34 قرشا. بالنسبة للجنيه الإسترليني سعر شراء 22 جنيها 58 قرشا، وسعر البيع 22 جنيها 72 قرشا. نبدأ بالعملات العربية. بالنسبة للدرهم الإماراتي 5 جنيهات و 14 قرشا، وسعر البيع 5 جنيهات 17 قرشا. واخيرا ريال السعودي 5 جنيهات وقرشين بالنسبه لسعر الشراء، وسعر البيع 5 جنيهات و5 قروش.